أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة إقرأ الفضائية في كل مكان، حياكم الله في هذه الحلقة المباشرة من برنامج يوميات الحج الذي يطل عليكم في تمام 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة من 1 إلى 12 من ذي الحجة على مدار أيام موسم حج هذا العام بالطبع، وعلى مدار هذه الأيام نعمل على قدم وساق حتى نتمكن من تقريب الصورة لنفتح بذلك العديد من الموضوعات الخاصة بحجاج بيت الله الحرام من خلال فريق العمل وأيضا المصورين والمراسلين المتواجدين في قناة إقرأ الفضائية، وأيضا من خلالكم أنتم مشاهدين الكرام إن كان بمشاركاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقناة أو الفيديوهات المرسلة من قبلكم والتي سنعرضها لكم في كل حلقة، وتفاصيل المشاركة في البرنامج من خلال الفيديوهات في الفيديو التالي. كنت حاج أو غير حاج شارك معنا على الهواء مباشرة، صور بهاتفك مقاطع فيديو لموسم الحج إن كان بكاميرا السيلفي أو الكاميرا الخلفية، وسوف يتم بثها على الهواء مباشرة في قناة إقرأ الفضائية. كل ما عليك أرسل فيديوهاتك على العناوين التالية. وبداية كما عودناكم بالأخبار التي نبدأها في كل حلقة والتي نسلط من خلالها الضوء على أبرز الأحداث الخاصة بموسم الحج لهذا العام، وأول خبر لدينا هو أنه رعى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ندوة استخدام التقنيات المتقدمة الحج الذكي التي نظمتها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة أم القرى وأيضا مع الأمن العام والمجلس الصحي السعودي، وذلك بقاعة الملك عبد العزيز بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. لم يقتصر دور رجال الأمن في الحفاظ على الأمن وتيسير الحركة المرورية فقط، بل ظهر في تفانيهم من خلال مساعدة الصغير والكبير والعاجز ومد اليد للمحتاجين وإرشاد التائهين وسقاية ضيوف الرحمن بالماء والعصائر، وأيضا مع الحر الشديد رش رذاذ المياه الباردة فوق رؤوس ضيوف الرحمن عند اشتداد حرارة الشمس، وذلك للتخفيف من وطأتها والتخفيف عنهم قدر المستطاع، إذ يقدم رجال الأمن خلال موسم الحج كل عام أعمالاً إنسانية رائعة في خدمة حجاج بيت الله الحرام. وتتعاون المملكة مع شركة سوميتومو اليابانية على طلاء الإسفلت في طرق المشاة بمشاعر الحج بمواد خافضة للحرارة، وسيسهم هذا المشروع في تخفيض درجات الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية، إذ سيتم تسجيل درجات الحرارة كل 10 ثواني خلال الموسم من خلال الحساسات التي تم وضعها تحت الإسفل حسب ما أوضح مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي. أكد سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب جولة له في المشاعر المقدسة أن توجيهات القيادة واضحة ببذل كل ما يسهم في راحة ضيوف الرحمن. زياد حمادة لديه المزيد في التقرير التالي، نتابع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم
أكد سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جولة له في المشاعر المقدسة وترأسه اجتماع لجنة الحج المركزية أن توجيهات القيادة واضحة ببذل كل ما يسهم في راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسك الحج براحة وأمن واطمئنان. نحن محظوظون في هذا العام أننا نعمل تحت إشراف الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة التي رأسها سمو ولي العهد والتي ابتدأت بالفعل تأخذ مسؤولياتها وتدرسها بدقة وتريد التنفيذ بأسرع ما يمكن. وأوضح سموه أن 350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من كافة القطاعات معلناً وصول أكثر من 1.5 مليون حاج إلى أراضي المملكة. الحجاج القادمين من الخارج حتى اليوم صباحاً هم 1,641,358 حاج. كما قام سموه بكشف عدد من الأرقام والإحصاءات لحج هذا العام. تم إعادة أكثر من 329,000 مقالب لا يحملون تصاريح حج بواسطة قطاعات الأمن العام للمرأة. المركبات المعادة والمخالفة لأنظمة دخول المشاعر أكثر من 144,000 مركبة. تم القبض على 15 شخص ينقلون الحجاج بطريقة مخالفة. تم إغلاق 181 مكتب حج وحده. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شكرا للجهود المبذولة حقيقة من كافة القطاعات، وأيضا أود أن أشكر كل من شارك معي على البث المباشر على فيسبوك للبرنامج، وأيضا سوف يتم إن شاء الله قراءة تعليقاتكم، كل من سمية وأمال وأيضا سناء، اللهم اكتب لي ولأولادي حج بيت الله الحرام، اللهم آمين. وأيضا إدريس جزاكم الله خير، وأيضا يا إدريس، وأيضا صباح الخير كده الاسم صباح الخير كاتب لبيك وأن لم يكن بين الجموع ملبية وإن لم أكن بين الجموع ملبية. إن شاء الله سوف يكون لدينا العديد من الضيوف وأيضا الفيديوهات التي سوف نعرضها لكم والتقارير الميدانية، ويمكنكم المشاركة من خلال البث المباشر على فيسبوك وقراءة تعليقاتكم إلى ضيوفنا لمشاركتكم محاور الحلقة. لا شك أن مدينة جدة هي النافذة البحرية والجوية حقيقة لحجاج بيت الله الحرام، وهناك تجهيزات حقيقة في ميناء جدة الإسلامي للحجاج القادمين، وما شاء الله قد وصل حتى الآن أكثر من 17,000 حاج من خلال ميناء جدة الإسلامي. أماني العمودي راحت وزارت إحدى المبادرات الخاصة بموسم الحج في مدينة جدة وشاركتنا بهذا الفيديو، نتابع. مساء الخير أخ إيهاب، وأهلا وسهلا بمشاهدين الكرام. اليوم إحنا متواجدين معاكم في تغطية لمبادرة معاً، هي إحدى مبادرات وقف التنمية المجتمعية. المبادرة فكرتها تهدف لاستقبال حجاج ميناء جدة الإسلامي القادمين من مدينة السودان، واستقبالهم بهدايا رمزية عبارة عن حقيبة متواجد فيها أغلب احتياجات الحاج خلال تأديته لمشاعر الحج. هذه المبادرة مدتها 3 سنوات، وهذه الآن السنة الثالثة. طبعا بيشاركوا معنا مجموعة جدا كبيرة من المتطوعات الكبار والصغار. السلام
عليكم جميعا، معاكم عائشة ناس، رئيس مجلس إدارة وقف مجموعة معا لتنمية المجتمع. موجود اليوم مع 200 متطوعة في أحد مبادرات المجموعة، وهي مبادرة حقيبة الحاج. نهدف من خلالها أنه نوفر حقيبة فيها كل المستلزمات اللي يحتاجها الحاج، وبنوزعها ونهديها للحجاج المتعففين القادمين من السودان عبر ميناء جدة الإسلامي. نستهدف إن شاء الله هذه السنة 2500 حاج بإذن الله. صراحة هذه المبادرة قدمت لنا فرصة إنه إحنا نستثمر وقتنا في عمل الخير، وأهم حاجة إننا إحنا بنخدم حجاج بيت الله الحرام وبنكسب الأجر من الله. مرة حلوة المبادرة إنه فينا روح التعاون، وكمان إنه نخدم ضيف الرحمن، هذا شيء مرة عظيم. يعطيكم العافية، هذه أحد الجهات اللي حابة تشارك معنا، وطبعا ما شاء الله هناك العديد من الجهات والفرق التطوعية المشاركة في موسم حج هذا العام، بعتت لنا العديد من الفيديوهات ومنهم حتى من قطار المشاعر ومن الآن، وإن شاء الله راح نعرضها خلال فترة تغطيتنا الفترة القادمة. وطبعا تعتبر هذه الفترة فترة موسم للحج وموسم عيد وموسم أيضا لزيارة الأقارب وزيارة الناس، وأيضا موسم إجازة. فأحد العوائل من مدينة الخليل في فلسطين عائلة تشاركنا لقطات للمسجد الإبراهيمي الذي يقع في قبور الذي يقع فيه قبور 4 أنبياء، وحدثت فيه مجزرة الحرم الإبراهيمي وذلك في عام 1994. خلينا نشوف. وزوجته سيدنا رفقة، وزيد إبراهيم، وزوجته سيدنا سارة، وسيدنا يعقوب، وسيدنا يوسف، وزوجته سيدنا يعقوب اللي هي لائقة. هلا في وقت الحرم إبراهيم الشريف صارت مجزرة الحرم، مقام سيدنا إسحاق، دخل يهودي ما هو دخل، بعد دخل يهودي من هناك، دخل في 25/2 15 رمضان. ويأتي الحجاج لبيت الله محملين بالعديد من التساؤلات والأسئلة الشرعية المختصة بالمناسك أو الحياة الشخصية. أكشاك إجابة السائلين في الحرم تضع النقاط على الحروف لتساؤلاتهم، نتابع. من الأشياء الجميلة الموجودة في المسجد الحرام اللي هي أكشاك إجابة السائلين، 10 لغات مختلفة إجابة أسئلة واستفتاءات وإرشادات دينية، متوزعين على كل مكان في المسجد الحرام، الله يجزاهم خير. هنا زي ما تشوفوا مكتب آخر من مكاتب إجابة السائلين، مكاتب الإفتاء داخل المسجد الحرام، وموقع آخر أيضا من المكاتب. لا شك أن هذه الأكشاك كانت تعتبر المرجع لكل التساؤلات، إن كان للحجاج المتواجدين هناك، وأيضا يستفيدون الحجاج القادمين من كافة بلدان العالم في أخذ الأسئلة الشرعية التي يودون السؤال عنها. وننتقل بكم إلى اليمن، مشاعر فياضة تجاه الحج والمشاعر المقدسة ترجمت هنا في البقاع الطاهرة، وكما يقولون الإيمان يمني والحكمة يمنية. الحقيقة حين يصل واحد
إلى هذه الأماكن المقدسة، إلى رحاب الله الطاهرة، إلى بيته الحرام، إلى مهبط الوحي، إلى منشأ ومرتع محمد صلى الله عليه وسلم، يشعر بسعادة غامرة ويرتاح نفسيا، ويشعر أنه جاء لأداء فريضة. هذه الفريضة يتجمع لها الحجاج من كل مكان ليهتفوا جميعا بسم الله الواحد. كل المشاعر المقدسة التي تذكر الإنسان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يمر من هنا إلى هنا، وكيف بدأت يعني مشية الكعبة، وكيف كانت وما هي مغازي الطواف والسعي وما إلى ذلك. كل هذه المفاهيم تجعل من الإنسان أن يعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ولدت أمه. نحن هنا نشعر بفرح وسعادة لم نراها ولم نشعر بها في حياتنا، لأننا نرتبط مباشرة بالله الواحد في هذا المكان الطيب، ليعطوا صورة وشكل عن يعني نموذج الإسلام كيف هو ووحدة المسلمين. كل الناس سواسية، لا فرق بين عربي على عجمي على عجمي، لا فرق بين غني أو فقير أو مسؤول أو موظف عادي أو إنسان بسيط، الكل هنا سواسية. هذه كل المعاني ربما تنعكس على نفسية الإنسان ويعود بقيمة أو يتزود من هذه المحطة التزود الحقيقي الذي يجعله يعود إلى وضعه الطبيعي كإنسان يعيش مع الناس بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعطيكم العافية، إن شاء الله سوف يكون لدينا العديد من الفيديوهات وأيضا مشاركة الضيوف اللي راح يكون هناك. موضوعات مهمة جدا وصحية راح تفيد إن شاء الله الحجاج أو الذاهبين إلى الحج بإذن الله. مشاركات عديدة جاتنا من علي، وأيضا موجان دريس كاتبة أحسن رمضان قضيتها في حياتي عمرة رمضان هذا العام، جزاكم الله خير حجة يعطيك العافية، أو عملت عمرة في رمضان يعطيك العافية. أحمد لبيك اللهم لبيك، وعروق الذهب مكة أدعي لي أزور الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمين اكتب لك هذه الزيارة. غاليتي هم أمي كتبت اللهم ارزقنا الحج بحق عرشك العظيم. بسمة أمل بتعلق على فيديو اللي عرضناه مدينة خليل الرحمن في فلسطين، الله تشرح القلوب فيها سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام وزوجة إبراهيم سارة، معلومات مفيدة ومضايفة، وهي المدينة مدينة شعب لا يجوع وهي مدينة الخليل. السلام عليكم كاتب الله يجزاكم بخير، محبة الكعبة كاتبة مشاركات. حذيفة إبراهيم جالولي بعت لنا لايك، يعطيك العافية يا حذيفة. موضوعنا إن شاء الله راح يكون مهم جدا ويخص كل الحجاج، وهو حساس لدرجة كبيرة لأنه بيعاني منه جميع الحجاج بلا أي منازع. هنشوف هذا الموضوع بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. من المعلوم أن الأمراض المعدية تنتشر في الأماكن المكتظة والمزدحمة، والحج في كل عام يشهد إقبال كبير من أنحاء العالم حيث يبلغ عدد الحجاج الملايين، ولهذا يوصي الأطباء والمختصون بأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات اللازمة التي تساعدهم في الوقاية من الأمراض وغيرها. خلونا نعرف أكثر عن هذا الموضوع، وموضوع أكثر أهمية في عملية الكمامة وكيفية استخدامها، ولكن بعد هذا التقرير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، حيث تستقبل المملكة مليوني حاج سنوياً يأتون من كل أنحاء العالم، فتعج مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالازدحام الذي بدوره يكون سبباً في انتشار الأمراض والأوبئة. فمن الضروري على الحاج ارتداء الكمامات الطبية أو ما يعرف بالقناع الجراحي الذي يرتديه العاملون في المستشفيات لمنع انتقال العدوى والبكتيريا من المرض بواسطة الرذاذ المنطلق من فم وأنف المريض. وعلى ذلك يجب على الحجاج ارتداء الكمامات الطبية بطريقة سليمة. أولاً ارتداء الكمامة بعناية لتغطية الفم والأنف وربطها بأمان للحد إلى أدنى مستوى من الثغرات بين الوجه والكمامة،
ثانياً، تجنب لمس الكمامة إثناء ارتدائها. ثالثاً، التخلص من الكمامات المبللة فوراً بكمامات جديدة وجافة. وأخيراً، تغيير الكمامات بعد مرور 6 ساعات عند استخدامها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شك أن الكمامة من المستلزمات المهمة لأي حاج متوجه للحج، فتخيل أنه يمكن لهذه الكمامة في حين استخدامها بشكل خاطئ يمكن لها أن تكون سبباً في إصابتك بالأمراض لا قدر الله. للحديث أكثر عن الإرشادات وأخذ الاحتياطات اللازمة من قبل الحجاج ينضم معنا في الاستوديو الدكتور محمد ماجد برزنجي، استشاري أمراض صدرية وحساسية واضطرابات النوم لدى الأطفال وحاصل على البورد الأمريكي والزمالة الكندية في الأمراض الصدرية والحساسية. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بك. أهلا أهلا دكتور. في البداية كده والمخرج معانا شايفين 4 أنواع أو 5 أنواع غير اللي أنا لابسها من الكمامات. نعم. إيش أنواع هذه الكمامات وإيش الأصح منها ومتى نستخدمها ومتى اللي تعتبر في الحج أصلا تفترض؟ نعم. ومتى يعني أشياء ثانية تعتبر للدكاترة في غرفة العمليات وأشياء ثانية تعتبر؟ إيش هذه الأشياء اللي بنعرف الناس عليها؟ في أكثر شيء يعني مشهور ومعروف اللي هي هذه اللي سهلة الاستخدام، تلاقيها في الصيدليات كلها، ودي كمان الاثنين هذول. طبعا هذول هم أكثر شيء شائعين جدا وأكثر شيء يعني مستحملين في الاستخدام، يعني تقدر تستخدمها ما تحس تعمل لك كتمة تضايقك في لبسها. طبعا لازم بس أهم شيء كيفية ارتدائها بالطريقة الصحيحة. كيف نرتديها؟ لازم كذا تحط خلف الإذن من هنا ومن هنا في الأول، بعدين في الإذن في الأول، بعدين تشدها كذا تكون مغطية الأنف ومغطية ال... طيب من هذه تحت. الكسرة الحديدة اللي في النص لا لازم تثبت على الأنف كذا، ما يكون فيها مسامات عشان ناخد الحماية المرجوة اللي تكون. لكن في بعض الناس يا حبيبي بيحطوها كذا يعني ليش لابسها او بيغطي بس الفم فقط، يغطي الطرف طب فين الحمايه بالزبط. ما انت انفه هذا شيء مهم جدا، يعني لازم الانف والفم الاثنين مع بعض يكونوا متغطين عشان نوصل للحمايه الكامله. هذه جدا ممتازه يقدر يستخدمها الشخص، بس ما نقدر نحطها اكثر من 6 ساعات. ليش يعني مش لسبب، لأن احنا كنا في الحج ما شاء الله في المخيم كلنا بنلبسها، وفي بعضهم بيجلس معهم فترة طويلة فما يعرف انه ممكن ليها لازم أطرق. تتغير، لأنه لو جلست أكثر من 6 ساعات ما حكون ليها استجابة كبيرة، بس هي بالعكس ممكن تكون مضرة. مضرة حتى. كيف ممكن تصير العكس؟ عملية عكسية تجمع البكتيريا والجراثيم. بالضبط هو ده، بتكون بجمع البكتيريا. ممتاز. يعني انت تغيرها في أماكن معينة. أول شيء إذا استخدمت أكثر من 6 ساعات لازم تتشال وتلبس واحدة جديدة. الشيء الثاني إذا مثلا توسخت لازم تتشال وتلبس واحدة جديدة. إذا تبلبلت راح نزل عليها موية أو شيء لازم تتشال وتلبس واحدة جديدة، ما تقدر تأخذها اليوم كله. طب سؤال، إذا شلتها ورجعتها ثاني أقدر، ولا إذا حطيتها وهذا خلاص على قولهم مرة واحدة في الاستعمال؟ تقدر بس يستحسن أنك تلبس واحدة جديدة أحسن، ممتاز. يعني أحسن يعني الحماية القصوى. سؤال ثاني بسيط، لأني أول ما مسكتها أنا حتى الفريق الإعداد بقول لهم هي كذا ولا كذا، فأي جهة هي اللي تكون ناحية الفم وأي جهة اللي تكون البيضة؟ هذه البيضة تكون على الفم. ممتاز. والزرقة تكون من برا. ممتاز. أي بالطريقة دي. ممتاز. دحين هذه موجودة، في عندك هذه مثلا بتكون مريحة أكثر لمثلا من النساء لابسين حجاب مغطين رأسهم، لكن هذه لو كان هذه حتكون صعب عليهم حبلها طويل. هذه في الإذن هذيك بالضبط تقدر تربطها الإذن، هذه تلبسها من وراء وسهلة جدا في الاستخدام، لكنهم نفس نفس الفعالية. هذول الاثنين سهل الاستخدام، الإنسان يقدر يتقبلهم بسهولة وشائعين جدا وموجودة في كل محل. ممتاز. في عندك الثانية اللي هي هذه الكمامة هذه طبعا تستخدم إذا كان أنت خايف أنك أنت جالس مع واحد عنده مرض معدي ممكن يتنقل عن طريق التنفس. ممتاز. من أمثلة إنسان عنده درن سل tuberculosis وطبعا مرض معدي جدا، فلازم الشخص اللي يكون عنده هذا المرض
يكون هو لابس الكمامة دي، وللشخص اللي هو حيقابله لازم يكون لابسها. بس الكمامة دي بتكون ثابتة جدا على الوجه، تخيل ما تسمح لنفاذ جزء بارتيكل 5 مايكرون، تخيل ما يدخل منها من كتر الحماية اللي هو اللي هي بتعطيها. بس انت ما تقدر تلبسها كده زي التانية، التانية اي احد يقدر يستخدمها. ممتاز. لكن ده يبغى له زي ما قلت لك، لو حيتقابل مع ناس او حيكون مع ناس عندهم امراض معدية زي الدرن السل، هذا طبعا لازم يكون مرافق مثلا لاحد من الحجر، او مرافق لاحد، او انه المريض نفسه. طيب ممتاز. ريان محمد ناصر بيقول معلومات جميلة تجاه موضوع الكمامات الطبية، لكن ما متى يمكن يعني ارتداء الكمامة؟ هل قبل السفر ولا أثناء السفر ولا بعد السفر؟ سؤال وسؤاله جيد. عام السفر يمكن يقصد مثلا من المدينة الميناء، من ميناء المكة، ولا أثناء متى ممكن نلبسها؟ سؤال رائع. في الأماكن هي مزدحمة، أنت عايز زي إيش من اسم الحاج؟ الطواف، الصفا والمروة، رمي الجمرات، في منى وقت الذبح اللي يكون في اذا حيوكل احد، اذا هو حيربح نفسه هناك برضه في زحمه. ممتاز. يعني اماكن فيها زحام شديد لازم الكمامه تكون ملبوسه. طيب سؤال ثاني بيقول لك، هاي ممكن البسها ما ابغى لا عدوى ولا شيء، بس ابعد من الغبار من هذا، ممكن استخدمها؟ يعني ممكن يستخدمها، بس يعني اذا هو يقدر يتحملها على وجهه على طول كده يقدر يستخدمها، ما في مشكله. ممتاز. اخر نصائح حاب توجهها قبل ان ننهي اللقاء دكتور؟ من خلال نصائح مره مهمه يا ريت الجميع يمشي عليها. اول شيء غسيل اليد، غسيل اليد بالماء والصابون دائما، اللي هو الهاند هايجين، نظافه اليد. هذه اليد دي يعني مصدر قوي جدا لنقل العدوات. طيب هذا اول شيء، غسل اليد. كم في شيء بعده؟ كيف يغسل اليد؟ غسيل اليد، لو مسك شيء ما هو نظيف لازم يغسل يده، قبل الاكل يغسل يده، بعد الاكل يغسل يده، ها خارج من برا وراجع المخيم حقه لازم لما يرجع يغسل يده لازم. ممتاز. احنا بنخرج تقرير ونرجع نكمل موضوعنا باذن الله. وقفنا عن جزء اليد لكن هنكمل بقيه الاشياء. احدى مكاتب الطوافه تقوم بالعديد من الخدمات، ومن ابرزها زيارة مساكن الحجاج للتأكد من جاهزيتها وملائمتها ومطابقتها للمعايير الخاصة بالجودة الخاصة للمؤسسة، وكذلك أخذ الحجاج وآراءهم وملاحظاتهم لتعديل المطلوب. المزيد في هذه الخدمات والتقرير التالي مع زياد حمادة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خدمة الحجاج شرف وأمانة ومسؤولية. من هذا المنطلق تقوم مكاتب الطوافة بعمل جولات ميدانية في مساكن الحجاج للتأكد من جاهزيتها والإشراف على جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. بالنسبة للبرنامج زيارة مساكن الحجاج، هذا برنامج تم إعداده على أساس تنزل اللجان النسائية لتفقد الحجاج في مساكنهم ومعالجة أي قصور قد ينتج في خدمات السكن، ونحرص دائما على توفير البيئة اللازمة والمناسبة لسكن الحجاج بدون أي قصور في الخدمات. هذا أولا. اثنين، ويمكن هذه النقطة هي الأهم، اللي هي زيادة التواصل والترابط بين المطوف والحاج، حتى لا يشعر الحاج انه غريب. بالعكس، هذه نقطة أساسية قد يعني تكون معنوية لإحساس الحاج الكريم ضيف الله سبحانه وتعالى انه في بلده وبين اهله. السلام عليكم. How are you? Fine. What is your name? شاهدة بيبي. شاهدة، you come here in Mecca. I am employees for office Abdul Wahab Badr. Okay. I come here because I want to see all the service I give you is good or not good. الحمد لله. الحمد لله. She have any problem if you come in Mecca, in Medina in Mecca? No problem. سعادة الحجاج بهذه الزيارة كانت ظاهرة على محياهم وابتساماتهم. نقلت الكثير من مشاعر فرحتهم. شاهين نازي
ठीक आराम से अल्हम्दुलिल्लाह है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा हां आराम से नहीं 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 مشاعرنا عظيمة جدا احنا نخدم ضيوف الرحمن في البلد الحرام نقدم لهم مساعدة ان شاء الله وكل احتياجاتهم نطمئن على صحتهم على احوالهم وان شاء الله ما نقوم الا بشيء بما يرضي الله سبحانه وتعالى وناخذ من وراه الاجر وشجع كمان البنات وفي مجال التطوعي انهم يقوموا باعمال زي كذا ويطمئنوا على الحجاج في الاول والاخير هذول ضيوف الرحمن وضيوفنا احنا في البلد الحرام دع لنا خدمتك وتمتع بعبادتك شعار يرددونه بالقول ويطبقونه بالفعل من خلال جهود جبارة تبذل في سبيل خدمة الحجاج لا تنتظر جزاء ولا شكورا زياد حمادة لقناة اقرأ مكة المكرمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما زلنا في موضوع الكمامة واستخداماتها وأيضا أهم النصائح بخصوصها ولكن أيضا من المواضيع الهامة التي تلامس الحاج من الناحية الصحية موضوع الالتهابات الجلدية وللحديث أكثر عن هذه الجوانب تنضم معنا في الاستوديو الدكتورة رشا فوزي الدباح أخصائية الجلدية والتجميل والليزر أهلا مرحبا بك دكتورة دكتورة كده هكلمك بكل عفوية وبكل جرأة وما شاء الله جاتني أسئلة موجودة على الفيسبوك من أكثر الأشياء اللي بيعاني منها الحجاج خاصة في موضوع الإحرام مع الحر موضوع التسلخات هقولها بالعامية تمام كيف ممكن يعني نواجه هذه المشكلة بأفضل طريقة ممكنة وجاني أنا أكثر من سؤال بيقول يعني إنه البودرة الكريمات هذا فهيش هي أفضل الاستخدامات أول حاجة عشان أحسن في تسلخات طبعا للحاج أول حاجة الحاجة عشان أعمل وقاية لازم نلبس شورت قطن أو بنطلون قطن من الداخل ممتاز. بالتالي عمنا التصاق الأفخاد طبعا هذا بالنسبة للنساء للسيدات بالنسبة للحاج مش حاجة الإحرام فبالتالي بنحط مادة مرطبة بندهن منه مرة واثنين وثلاثة واربعة طول ما في مادة وكميتها كبيرة بمنع الاحتكاك وانس حصل تسلخات بساعتها في كل حملة معها طبيب يعني وضع هذه الكريم كوقاية كوقاية طيب اللي بيستخدموا بدرة واستخدموا أشياء زي كده بتروح في بعد فترة هو الكريمات أسهل أو تدي نتيجة أحسن ممتاز. أما البدرة دي بتبقى ملطفة أو مهدئة للتسلخات اللي حصلت اوريدي ممتاز فبالتالي الكريمات الترطيب بتبقى احسن ومش هتبقى مره كل ما مره واثنين وثلاثه علشان تمنع الاحتكاك لفتره طويله معانا ممتاز هذا بخصوص الوقايه الوقايه حصل لا قدر الله وصار هناك في كريمات التسلخات معروفه ايش ممكن يصير كريمات التسلخات اللي هي بتحتوي على ماده السمسم او لانولين ده بتبقى كريمات بتتحط مرتين في اليوم البودره ممكن بتساعد معانا شويه زي ما قلنا بقدر الإمكان نمنع التسلخات خاصة إن بتبقى مشكلة جامدة على فكرة لمرضى اللي عندهم السمنة مفرطة فبالتالي حط الكريم طبي مع المرطبات بتبقى كويسة وكل طبيب كل حملة فيها طبيب سواء من الداخل أو من الخارج أكيد ما شاء الله عليك دكتورة أنت أنا عارف بس بخلفيتي إن أنت حجيتي ما شاء الله فوق السبع مرات وهتحجي السنة هذه ما شاء الله وبتحجي حج ودكتورة في خدمة حجاج ضيف الرحمن كتطوع إيش الأشياء اللي موجودة فعلياً في حين إنه ممكن الواحد يرجع لها لما يحصل له التهابات؟ هل موجودة هذه الكريمات عند طبيب الحملة أكيد ولا؟ أكيد كلها موجودة. كلها إسعافات أولية. كريمات للانتفاخات، للإسهال، للترجيع، التسلخات، مضادات الحيوية، كل ده موجود في الحملة. طيب موضوع الرجول والمشي الكثير والفقاعات الماء اللي ممكن تتكون في الأقدام. كيف ممكن يكون في وقايه مسبقه قبل ان يحدث ذلك؟ اول حاجه كتير لابسين شبشب اصبع علشان المخيط او مش مخيط وانس ان انا ماشي النهارده وحد داس عليا من الاندفاع بيقع بيتكعبل فبالتالي بيقع معاه تلات اربع فابسط حاجه بقول شبشب او حذاء مقفول طبي وانصح اي حد طالع الحج بلاش نجيب حاجه جديده نستخدمها قبل الحج لان انت عارف معظم الناس بتلبس حذاء جديد بتلاقي فيه حك او فيه جرح من ورا فبيكون حذاء طبي طري مرن علشان اولا ما حدش يدوس عليا يقع يعني من رجليا هذا احد الانواع الجيده اللي ممكن من حاجات انا عايزه حاجه طريه مبطنه من جوه بحيث ما يتعورش خلي بالك لو اي مريض النهارده اتعور وعنده السكر حصل له التهاب
مش عنده سكر مش هيقدر يمشي برضه، فبالتالي لازم يكون حذاء طبي مريح للقدمين. وانس حصل التهاب او حصل مشكله فبالتالي بيحط الكحول سواب كريمات المضادات الحيويه وبلف رجلي بشيش. انما زي ما قلنا ابسط حاجه واهم حاجه ان يكون حذاء مقفول علشان يمنع مشاكل طبي. في البرنت اللي هو واخد شكل رجل بيكون طري من جوه. سؤال برضو في نفس الموضوع قبل اوجه سؤال للدكتور محمد برزنجي، حصل وطلع لي فقاعات ماء، هل افقعها ولا اسيبها؟ لو كبيره قوي هنفقعها، لو صغيره لا، مضادات الحيويه بس هي غالبا ما هتتفقع لوحدها مكان المشيان. واللي منهم ليهم بيروح لازم يكون في الكحول سواب معايا، مرطب، مضاد حيوي، بلاستر، الحاجات الخفيفه، الاسعافات الاوليه اللي تمشيني. ممتاز. دكتور محمد برزنجي، بخصوص موضوع الكمامه قبل نروح للجزء الاخير، احنا قلنا شيء مهم غسل يدين، في نوع كمامه ما تكلمت عنه اللي هو هذا. نعم، هذه الكمامه هي شبيهه بدي، نفس عملها برضه في نفس الوقت، متخصصه بحتي. إذا كنت جالس أنت مع إنسان عنده مرض معدي خايف أنه ينقل العدوى للثانيين، طبعا هذه كمامة حتكون جدا مناسبة أنه هو يلبسها، والحيكون مرافق معه دائما يكون لبسها كمان. بس أرجع أقول ما هي براكتيكال، ما هي عملية، الواحد يكون حس نفسه مخنوق، فيعني المهم أنه هو يعني يلبسها معه في طيلة فترة احتكاكه بالمريض هذا. ممتاز. الشخص الجزء الثاني في خصوص النصائح اللي حبيت تقولها، ثلاث نصائح أساسية، أولها غسل اليد، غسيل اليد. الجزء الثاني أو استخدام المعقمات بدل غسيل اليد بالموية والصابون، في معقمات زي الجل دي المطهر اليد دائما يستخدم، ودائما يستخدم قبل وبعد الأكل، بعد الدخول من شعائر الحج وراجع المخيم، لازم دائما تعقيم اليد شيء ضروري جدا. طب سؤال دكتور كده بكل بساطة، كل قديش معلش، أنا حجيت ما شاء الله وشفت أنواع الناس، في اللي كل شوية معقمات 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 زي اللي صار الموضوع هستيري عندهم، وفي الناس اللي لا يعني بالموية وبيكتفوا، طب خد عقم بهذا ما بيرفع، إيش المستوى الصحي اللي المفروض يكون عليه؟ شوف، المويه والصابون جدا ممتاز كاجراء لتعقيم اليد العادي الروتيني. ايوه روتيني عادي، بس بعض الواحد ما هو قادر كل شوي يروح على ببساطه يروح قبل الاكل وبعد الاكل ولما يرجع بعد عمل شيء بالضبط هذا، او انه مثلا يده تلوثت باي شيء، مسك شيء ملوث او شيء، لازم طبعا تعقيم اليد. الشيء الثاني غير تعقيم اليد ولبس الكمامه، واحنا قلنا اماكن لبس الكمامه واماكن الازدحام بالضبط تكون. الشيء الثالث اللي هو شرب السوائل، مرة مهم وأهم شيء الماء الماء الماء. وإذا يبغى يروح على العصيرات، من العصيرات اللي أنصح بها زي عصيرات فيها الفيتامين سي، زي مثلا عصير البرتقال، شيء مرة ممتاز إنه يأخذ منه. بس أرجع أقول شرب الماء مرة مهم. الشيء الثالث اللي هو طبعا ابتعاد عن تعرض لأشعة الشمس بشكل كبير، الشمسية للناس بتكسل تمسكها أو مفكرة نوع من رفاهية، يعني فكرة أن هي لا أنا رايح أتعبد فمش هاخد الشمسية، بس آخر النهار في ضربة شمس وفي ارتفاع في الضغط، يعني قد كده أتفق مع الدكتور 100%. ودائما زي ما حضرتك مسكتيها اللون هذا مناسب جدا، هي الأبيض شمسية لونها أبيض، ما ناخذ ألوان داكنة تمتص أشعة الشمس، بتزيد الحرارة. بالضبط بتزيد الحرارة. كمان بالنسبة للمطهر المعقم مش لإيدين بس، تعرف النهارده شربنا ميه كتير، الدنيا حر، دخلنا الحمام، كيف ممكن نعقم موضوع الحمام؟ هذا اكتر موضوع هستيري. هو في بلاستيك يعني بيتحط قاعده، بس مش كل الناس عندها، مش متوفر، ما في بلاستيك. ايش يسووا؟ مطهر في بخاخ بس، مطهر عادي يبخ، خلينا ارش القعده قبل ما انام، قبل ما طب سؤال كده بديهي كده مني لي، ما معايا المطهر، صعب اشيل ده كله، فين اشيله في الحج مثلا؟ في وايبس. ممتاز وايبس ممتاز، هذا هو الجزء البديل. ممتاز جدا. المختار خالد حداد بيقول من الضروري جدا تعليم حجاج بديل الحرام كيف تلبس الكمامه وقديش مده لبس الكمامه، اوافقك الراي. جينا برضو مشاركه من احد بيقول مرض السكري او السمري، لا السكري عدلها، بماذا تنصحوهم؟ هندينا هنشوف، لكن في الاخير على قولهم نصيحه حقيقيه، ما شاء الله اخذنا مجموعه من النصائح الموجوده. الشنطه اللي ممكن يشيلها معاه الحاج كجزء اولي، وقبل اخش في الشنطه انا شايف جزء اللي ما شاء الله انت جاهزه للحج، متى طلع الحج ان شاء الله؟ يوم الخميس بإذن يوم الخميس باذن الله. هذه ايش ده ليبل ببقى لابساه، او المفروض الناس كلها تبقى لابساه، انا اللي اخترعته على فكره النهارده. في اسم في الحمله بتاعتي اسمها ايه،
في رقم جوال طوارئ رقم او اثنين. في الاهم من ده المشاكل الصحيه اللي بعاني منها الادويه او العلاج اللي انا باخده، لان ممكن انت وانت ماشي فصيله الدم وانت ماشي لو واحد حصل له عياء او اغماء الناس كلها بتتلم عليه، اللي بتخبط فيه واللي بتشربه ميه وتدي له حاجه حلوه مسكره ممكن يكون ضغطه عالي او ممكن يكون دخل في غيبوبه سكر، فبالتالي كده وفرت مش وقت طويل قوي للحواليه والاسعاف لما يجي يشيله كمان. ممتاز، انا اشكركم جزيل الشكر، لقاء جدا ثري ما شاء الله، في العديد من الاشياء الطبيه. انا ما ابغى ريان يزعل مني بيقول نصيحه لمرضى السكري، ابغى اسمع منك. اقول لك نصيحه قبل السكر، بعد اللي نفك الاحرام كل الناس عايزه تحلق، فبتلاقي الناس قاعدين في الارض بيحلقوا بموس 1 2 3 4، يوم الثاني يجي يقول لك عندي قشره بعد الحج، دي مش قشره دي فطريات. فبالتالي نصيحه كل واحد من الشنطه بتاعته معاه مكنه الحلاق عشان يحلق بيها بنفسه، بلاش نحلق بموس واحد عشان الفطريات بعد كده. بالنسبه لمرض السكر زي ما قلنا هو كل حكايه وقايه، ان انا بلبس حذاء طبي فكده ويعتبر وقايه. العلاج بتاعي معايا بتاع السكر بستخدمه بانتظام، ما بكسلش او ما بنساش، ده اهم حاجه في مرض السكر. ممتاز. دكتور محمد برزنجي، اخر نصيحه حاب توجهها من خلال كاميرا البرنامج؟ زي ما قلنا تعقيم اليد، شرب الكثير من السوائل بالذات الماء، هذا أهم شيء. الابتعاد عن أماكن مكتظة، ابتعاد عن الخروج في الحر والشمس تكون عمودية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله، يا سلام. بهذه النصيحة الجميلة أنا أشكر كل ضيفي الموجودين، الدكتورة رشا فوزي الدباح أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، وأيضا كذلك الدكتور محمد ماجد برزنجي استشاري أمراض صدرية وحساسية واضطرابات النوم لدى الأطفال، وحصل على البورد الأمريكي والزمالة الكندية في الأمراض الصدرية والحساسية. شكرا جزيلا لكم. مشاهدين الكرام، ما زالت فقراتنا مستمرة، بعد الفاصل نواصل معكم الجزء الخاص بهدية الحاج والمعتمر، ما هي هذه الهدية بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد. في مكة المكرمة هناك العديد من الجهات والمؤسسات الخيرية التي تعمل طوال السنة للخروج بالعديد من الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن، وهناك دائما مؤسسات متميزة في هذا الجانب، ومنها جمعية هدية الحاج والمعتمر والتي تبهرنا في كل عام بالمخرجات والخدمات الجميلة التي تقدمها لحجاج وقاصدي بيت الله الحرام، ودائما تعودنا أنها تقدم الجديد. يسرني أن ينضم معي في الاستوديو الأستاذ علي بن غرسان الزهراني المشرف على إدارة الاتصال، المؤسسي المتحدث أيضا الرسمي للجمعية. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين، وفرصة أن نكون معكم في هذا المساء وفي هذا المنبر الحقيقة الثقافي الفضائي الجميل الذي نحبه كثيرا، قناة إقرأ. الله يسلمك أستاذ علي، دائما ما شاء الله في كل عام لكم تميز في هذا، أبغى أعرف المتميز في هذا هذه السنة، وأيضا أبرز الأشياء التي كانت تعتبر من الأشياء التي نجحت فعلا خلال ما قدمتموه في السنوات الماضية. جميل. هو الحقيقة هدية الحاج والمعتمر عبارة عن جمعية خيرية انطلقت من 10 سنوات تقريبا، وأمضت 10 سنوات في خدمة ضيوف الرحمن. الخدمة المتميزة التي تذهب إلى يعني المربعات التي لا تخدمها القطاعات الأخرى، بمعنى أننا نحاول في الجمعية أن نخدم في الابتكار وفي المجالات التي بالفعل تترك بصمة عند الحاج. ممتاز. خلال 10 سنوات استطعنا والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم الدولة المباركة الرشيدة وأيضا بوقفة أهل الخير من الداعمين والمتبرعين، أن نقدم أكثر من 175 مليون خدمة. ما شاء الله. استفاد منها أكثر من 70 مليون مستفيد خلال 10 سنوات الماضية. خدمات متنوعة كانت تنطلق من خلال 5 محاور الحقيقة، اللي هي البرامج، البرنامج الأول برنامج غذاء الروح، ثم برنامج غذاء البدن، وأيضا بضياف وعناية، وأيضا برنامج الأخير اللي هو الوكالات الذي توسعنا فيه في السنتين الأخيرة، الذي يعنى بالوكالات فيما يخص الرمي، الحج البديل، في العمرة البديلة، وأيضا فيما يخص الوكالات في الأضاحي والكفارات والهدي ومن هذا القبيل. فهذه ربما يعني أغلب المناشط التي من خلالها تتحرك الجمعية وتقدم خدماتها. تقدم هذه الخدمات الحقيقة من خلال 200 نقطة اتصال متواجدة في مكة والمشاعر المقدسة، في 200 نقطة اتصال في منافذ المملكة جميعا، سواء البرية البحرية الجوية، وأيضا من خلال مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، فهي متواجدة مع الحاج من لحظة وصول الحاج حتى يغادر الحاج إن شاء الله سالما يعني
وغانما. ما شاء الله، من الأشياء المميزة اللي حقيقة واكبت التطور موضوع الكبسولة الفندقية. نعم. لمن يتعرف عليها أكثر. حقيقة الكبسولة الفندقية دخلت الخدمة كفكرة مبتكرة العام الماضي في حج موسم العام الماضي، وكانت كفكرة تعرض للجهات ربما لترى الجهات هذه الفكرة ونحاول أن ندخلها كنوع من الخدمة في أكثر من جهة. في هذا الموسم الحقيقة ما شاء الله بدأت فكرة الكبسولة يعني تقتنع فيها العديد من الجهات. بالأمس كان عندنا في أنا شايف الكبسولة ما شاء الله يعني هي بس لشخص واحد طبعاً، وبيكون فيها مجموعة خدمات. هي عبارة عن حل ذكي واقتصادي لمسألة الراحة سواء للحاج أو العاملين في الحج، وتكون ربما الطاقة الاستيعابية تكون أكثر من كبسولة على بعض. بالإمكان عن الغرفة يكون فيها يعني كبسولات متعددة فيها رائع. استقلالية تامة، لأنها بمجرد أن يدخل فيها الشخص يستطيع أغلق الباب في كل الخدمات التي يحتاجها من تكييف، من ربما يعني أشياء أخرى موجودة داخل الكبسولة إلكترونية. طبعا ممتاز. هي فكرة بنعرف الناس عليها أكثر إحنا. نعم. مجهزين الفريق إعداد فيديو صغير كده، خلينا نشوف الناس المشاهدين يشوفوا نشوف الفيديو. فنادق الكبسولة من اليابان إلى مكة المكرمة استلهمت هدية الحاج أهداف الرؤية الميمونة، واطلعت بالمشاركة في تحقيق هذه الأهداف لتكون ملموسة قريبا على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن الذي هو محط اهتمام الجمعية ومرتكز اختصاصها. ففكرت في حل اقتصادي أمثل لخدمة قاصدي الحرمين، وفي الأماكن المزدحمة كالمطارات ومحطات القطار واستراحات الطرق السريعة والمواقيت، فجاءت فكرة الغرفة الفندقية بكافة خدماتها وتجهيزاتها التي هي عبارة عن كبسولة مصنوعة من البلاستيك والألياف الزجاجية الفايبر جلاس بطول 220 سنتي وعرض 120 سنتي وارتفاع 120 سنتي، وتحوي على وسائل الراحة ووحدة تحكم إلكترونية ووسائل السلامة. وحفظاً للخصوصية يتم إغلاق باب منزلق في نهاية الكبسولة يفتح ببطاقة ممغنطة خاصة بكل مستخدم مع توفير معايير الأمن والسلامة بفتح الباب تلقائياً عند تعطل الكهرباء. إن غرف الكبسولة الفندقية هي مبادرة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية لعام 2018، يمكن العمل بها في المشاعر المقدسة وإسكانات الحجاج ومجمعات الإيواء وإسكانات العاملين والمنتدبين كحلول بديلة وأكثر تطوراً وتماشياً مع الرؤية الطموحة وتطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة. ممتاز. جميل جداً حقيقةً فكرة هذه الكبسولة الفندقية، ما مدى نجاحها في الحج؟ جميلة. طبعاً هي كفكرة الآن بدأت تدخل إلى الخدمة في الحج، إن شاء الله أنها طبعاً يعني التوسع فيها ربما يعود إلى عدة جهات، الجهات المستفيدة منها، لكن هي بشكل عام من خلال التجربة العام الماضي وفي هذا الموسم أنا أعتقد أنها ناجحة إلى حد كبير جداً. ممتاز. ما شاء الله هناك مبادرات كثيرة بتسووها، ما هي المبادرات المستقبلية اللي إن شاء الله راح تكون من خلال جمعية هدية الحاج؟ جميل. طبعاً قبلها عشان نختم في الكبسولة، كان في معرض آمنون قبل يومين تقريباً، ووقف معالي مدير الأمن العام شخصياً على هذا الموضوع التجربة وشاهدها لنا، وطبعاً ممكن أن تستغل كمهاجع لرجال الأمن. أكيد. في الموسم، وتوفر راحة جيدة في حالة الطاقة الاستيعابية أيضا، يعني ممكن أكثر من كبسولة في مخيم واحد، كبسولات عدة. أيضا بالأمس كان في جولة لمعالي أو لسمو وزير الداخلية في المشاعر المقدسة، بعده انتقل إلى معرض الحج الذكي في جامعة أم القرى واطلع على التجربة، وأتوقع إن شاء الله أنها ربما تكون في الأعوام القادمة أكثر انتشارا. نجاح. من ناحية سؤالك حول المبادرات. نعم. الحقيقة في هذا الموسم في عدة مبادرات، لكن لعل الأبرز منها هي المبادرة التي الحقيقة استلهمناها ومن وحي أفكار سمو أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، حينما ظهر في أحد الحوارات التلفزيونية وأشار إلى أن الابتسامة هي الطلب الوحيد الذي طلبه من العاملين في الحج. صحيح. فأطلقنا مبادرة اسمها طبعا المبادرة عنوناها بمسمى ابتسامتكم هدية، والحقيقة عرضت على سمو الأمير قبل أمس أو أمس تحديدا في أمارة منطقة مكة المكرمة في مكة المكرمة، وبارك هذه الفكرة وبدأنا نعمل عليها من خلال ثلاث مسارات، وإن شاء الله تشاهدونها وتكون أنتم أيضا شركاء في بث هذه الابتسامة، لأنه بالفعل تترك أثر كبير جدا في نفوس ضيوف الرحمة. ممتاز. بهذه المبادرة حقيقة يعني يعتبر من الأشياء المهمة اللي يمكن قد لا تعطى حقها بالشكل الكبير ضمن الخدمات الموجودة، ولكن هذا يدل على أنه
أبسط الأشياء حقيقة يهتم بها جميع الجهات التي تخدم ضيوف الرحمن. أشكرك جزيل الشكر ضيفي الأستاذ علي بن غرسان الزهراني المشرف على إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لجمعية هدية الحاج والمعتمر. إلى هنا مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا. ما زالت الفقرات التي موجودة لدينا كبيرة والفيديوهات المقدمة من قبلكم إن شاء الله سوف نعرضها ولكن خلال الأيام القادمة. وحتى ذلك الحين للقاءكم في حلقتنا القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.